أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من مزمور 69 17-18: ولا تحجب وجهك عن عبدك لأن لي ضيقا، استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي، فكها بسبب أعدائي أفتني. آمين. الصلاة اللي تجي مع آية اليوم هي: أبانا القدوس الصالح، من فضلك قوي كل أولادك المحبوبين الذين يجدوا أنفسهم تحت الهجوم. اجعل خلاصك لهم معلوم وظاهر في عرض قوتك الجبارة. أنت فادينا ومخلصنا، باسم يسوع ابنك أصلي. آمين.